شو جاهزي للشغل؟ اوكي نحن الساعة 5 الا ربع. اي ساعة لازم تمشوا هلا؟ لاي ساعة باقيين؟ نص ساعة 3. تناولنا السحور، غالبنا التعب والنعاس، ونهضنا للعمل. قد عمرك؟ عمري 13 سنة. عم تتعبي بشغل بزعجك الفئة بكير؟ أكيد، واحد ما يتعب. نساء سوريات صائمات وبعضهن حوامل يسابقن طلوع الشمس في طريقهن إلى يوم عمل شاق في الحقول الزراعية بسهل البقاع. في عادنا هلا مثلا مرة حامل تشتغل مثل باقي النساء، ضل هلا معه تقطف من الساعة 5 الصبح ضل الساعة 3، هي 10 ساعات فرد سحبة. بس إذا في عادنا مجال الريحة بنحصل ريحة، ما في مجال سعر سعر الصبايا، غير هيك مستحيل، لأنه صاحب الرزق ما بيرضى. هذه السيدة أم لأربعة أطفال تركتهم نياما ينتظرون كي تعود إليهم بلقمة العيش. حس ظهري وجعني ما أقدر أتحرك، بس إجباري بدي أشتغل، يعني إنه المرأة يوم تكون حامل ما تقدر تشتغل لازمها ترتاح، بس أنا إجباري بدي أشتغل مشان أولادي مشان أعيشهم. أحس جسمي كله مكسر ما أقدر أتحرك، وبرغم هالشي يعني صايمة الواحد بده يتعب إجباري. عم تروحي على الحكيم عم تفحصي حالك؟ لا والله رحت أول مرة ومنها ما عمر رحت. بين نساء الحقل ثلاث حوامل، في الأحشاء أطفال لن يكون مستقبلهم أخضر كهذا الحقل. بعد أشهر من الحمل حتقدر تكفي شغل؟ لا والله ما بقدر، بدي أتعب كثير ما بقدر. أنت صايمة؟ إيه صايمة والله صايمة، بعد شوية النوبة ساعتين شو بيصير كثير، بس بدنا نقاوم، شو اللي نسوي، هذا شغلنا. عندي ثلاث ولاد وثلاث بنات، وقسل عليهم يوم نحل نسوي فطور، وزاد نتعب البيت كثير، نحل تعبانين نهلك النوبة البيت أكثر. غدا يوم آخر وحكاية عذاب جديدة لنساء سوريات لا يرتحن إلا في ساعات النوم القليلة غير الكافية لراحة الجسد. هي المرأة السورية إحدى ضحايا الحرب في بلدها، تدفع فاتورة اللجوء من عرق جبينها وصحتها ومستقبل أطفالها، ورغم ذلك تثبت قوتها ودعمها لعائلتها. نساء سوريات مهرة يعملن في الحقول الزراعية في لبنان بظروف صعبة تجعلهن أحياناً عرضة للاستغلال، ولا سيما في الأجر اليومي. مصطفى عاصي، قناة الحرة، سهل البقاع.